السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نناقش فيها محاولات المبعوث الاممي احياء اتفاق السويد وتحريك عمليه السلام في اليمن. اختتم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع التشاوري الذي عقده مكتب المبعوث الأممي مع شخصيات يمنية. وقال بيان للمبعوث مارتن جريفيث إن الاجتماع الذي استمر يومين ناقش إمكانية استئناف العملية السياسية والتحديات التي تحول دون استئنافها وفرص الدفع بها إلى الأمام. وأكد جريفيث أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض، كما أن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية. في المقابل يرى البعض أنه لا يمكن لجريفيث أو غيره تحقيق نجاح إذا أسقط المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي بين الدولة والميليشيا، لأن إسقاط المرجعيات يشكل عملية هدم للدولة وإفساح المجال للميليشيا للهروب من استحقاق السلام العادل. إذن ما إمكانية استئناف العملية السياسية في ظل الظروف الراهنة محليا وإقليميا؟ وما التحديات التي تحول دون استئنافها؟ وما فرص نجاحها؟ نناقش ذلك مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. أملا في إنعاش اتفاق السويد وتحريك عجلة السلام، يحاول المبعوث الأممي مارتن جريفيث إثبات قدرته على تحقيق شيء يذكر قبل انتهاء فترة ابتعاثه إلى اليمن. بالأمس اختتم البريطاني جريفيث لقاءات تشاورية جمعته بشخصيات يمنية في العاصمة الأردنية عمان. وبحسب بيان صدر عن مكتب المبعوث فإن الاجتماع الذي استمر يومين ناقش إمكانية استئناف العملية السياسية والتحديات التي تحول دون استئنافها وفرص الدفع بها إلى الأمام، مشيرا إلى أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع، وأن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة من دون عملية سياسية. في المقابل قال وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني أنه لا يمكن لجريفيث أو لغيره أن ينجح إذا أسقط المرجعيات الثلاث كأساس لحل سلمي بين الدولة والميليشيا. وأضاف الجبواني في تغريدة له على تويتر إن إسقاط المرجعيات يشكل عملية هدم للدولة وإفساح المجال للميليشيا للهروب من استحقاق السلام العادل وتشريع وجودها الذي يعني تشريع حالة التفتيت والتشظي الذي خلقته بقوة السلاح. وفي سياق المحاولات للبحث عن فرص الحل السياسي للأزمة في اليمن، قالت وزيرة خارجية السويد آن ليند إن زيارتها للعاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتنسيق عملية تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدة استمرار دعم بلادها للحل السياسي في اليمن بما في ذلك تنفيذ اتفاق ستوكهولم. في خضم المحاولات الدولية لتحريك الجمود السياسي في اليمن، يبرز التساؤل عن فرص القوة التي تبقت للحكومة الشرعية لفرض رؤيتها كطرف معني ورئيس للخروج من حالة التهميش غير المبررة. إذن نبدأ النقاش وأرحب معي، سينضم إلينا من القاهرة وزير النقل صالح الجبواني، وأرحب أيضا معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع معالي وزير النقل صالح الجبواني. معالي الوزير، يعني نتحدث اليوم عن محاولات المبعوث الأممي لإنعاش المفاوضات ومسار الحل السلمي، وسبق وأن يعني صرحت الحكومة الشرعية بأن هذا الاتفاق صار يعني في وضع الميت تماما، كيف يفهم الأمر؟ مساء الخير، مرحبا شادي، تحية لك وللدكتور محمد وللمشاهدين الكرام. طبعا جريفيث منذ أن بدأ كوسيط دولي لم يتحرى المصداقية والعدل ما بين الأطراف واعتماد المرجعيات أو على الأقل قرارات مجلس الأمن الدولي الذي عينه كوسيط كمرجع لتحركاته السياسية. طبعا اتفاق السويد لم يكن نصبا حتى للحكومة الشرعية، ومع ذلك قبلت الحكومة ووقعت عليه
المحاولات الحالية للقفز على المرجعيات هي محاولات ستبوء بالفشل، لأنه إذا تم إسقاط المرجعيات تم إسقاط الدولة نفسها، الشرعية تقوم على هذه المرجعيات، وهدم هذه المرجعيات ومعاملة الدولة كطرف مثلها مثل الميليشيات يشرع وجودها ويشرع حالة التفتت والتشظي الذي خلقته هذه الميليشيات سواء في صنعاء أو في عدن. لابد من إحلال السلام لكن على أساس هذه المرجعيات التي تؤكد على وحدة اليمن وسيادتها واستقرارها واعتماد مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تنص على قيادة الاتحادية في استقلالين، أيضا بدرة الخليجية التي تستمد الشرعية ورئيس عبد الله منصور هادي منها سلطته. إسقاط هذه المرجعيات هو إسقاط للدولة، وربما إذا فشلت المفاوضات سننتهي إلى اللاشيء، سننتهي إلى الفراغ. نحن دائما نؤكد على أن السلام العادل هو مطلب الكل، ونحن نريد السلام، لكن نريد السلام الذي يضمن عدم المساس بالنظام الجمهوري بالدولة اليمنية نفسها ووحدتها وسيادتها وقرارها المستقل، لكن على الأسس الجديدة التي حددها مؤتمر حوار الوطن. هذا أولا. ثانيا، لا يمكن أن نشرع للإمامة التي مثلها عبد الملك الحوثي، ولا يمكن أن نشرع للتجزئة والتفتيت التي مثلها المجلس الانتقالي في عدن. على أساس فرض الأمر الواقع، فرضوا أمر واقع بقوة السلاح، يريدون استمرار، وهذا شيء مرفوض، لأنه نحن لدينا قوة الحد، قوة الدستور، قوة القانون، قوة الدولة، وهم لديهم قوة السلاح، وقوة السلاح محكومة بظروف زمنية محددة وستنتهي، لن تستمر طويلا. نعم، إذن معالي الوزير تكرم بالبقاء معي. أذهب لضيفي الدكتور محمد جميح، كاتب ومحلل سياسي. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. دكتور، في ضوء مشاورات عمان، يعني برأيك هل هناك إمكانية لاستئناف العملية السياسية مع بقاء أسباب التعثر الحاصل؟ طبعا أخي الكريم، بعد التحية لك وللأخ معالي الوزير الأخ الجبواني، أنا أظن أن واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها مارتن جريفيث في رؤيته للحل في اليمن والوضع في اليمن، هي أنه يحاول بكل جهد أن لا يصدر من قبل الأمم المتحدة أي بيان رئاسي أو قرار لمجلس الأمن أو أي تصرف يسيء الحوثيين. طبعا المبرر هو دائما يطرحه مارتن جريفيث، أنه إذا ما صدر قرار أو بيان رئاسي أو أي تصريح لأحد المسؤولين الأمميين ضد الحوثيين أو ينص صراحة على مسؤولية الحوثيين في هذه الزاوية أو تلك، فحسب جريفيث فإن ذلك يصعب عليه مهمته في صنعاء، بمعنى أن الحوثيين عندما يقابلونه يضعونه في وضع محرج، ولماذا صدر هذا البيان، ولماذا قيل هذا التصريح، ولماذا صدر هذا القرار، وبالتالي هو يتعلل بأن الحوثيين يعني بأن هذه الإجراءات صعب المهمة في التعامل مع الحوثيين. هذه إشكالية جوهرية لا يتنبه لها الكثير من الناس عند مارتن جريفيث. والمشكل أنه يفهم أنه عندما يسعى لاسترضاء الميليشيات بتخفيف لهجة الصياغات التي يصوغها، بتخفيف لغة الإحاطات التي يرفعها لمجلس الأمن الدولي، أو حتى بمحاولة التدخل لتخفيف لهجة البيان الرئاسي أو القرار الدولي، فإنه يفهم أو أنه لا يفهم أن ذلك لا يزيد الميليشيات إلا استمرارا في الطريق التي هي عليه، ظنا منها بأن هذا الطريق هو الذي جعل المجتمع الدولي وجعل مارتن جريفيث وجعل الحكومة الشرعية تنصاع وجعل الحوثيين يتقدمون. إذن لا يفهم مارتن جريفيث أن التنازلات الحوثيين تأتي
لا تأتي بخير، وإنما تأتي بمزيد من التعنت ومزيد من التسلط. ولذلك أنا أعتقد أن على من يقابل مارتن غريفيث من الطرف الحكومي أن يشرح له هذه القضية، أنه مهما تنازل الميليشيات ومهما حاول أن يخفف لهجته إزاءها، فإن ذلك إنما يشجعها على المزيد من طلب الاشتراطات غير المعقولة، لأنه هو الذي جعلها تفكر بأن اشتراطاتها غير المعقولة هي التي تهيئ لها وهي التي تيسر لها ما تحقق من إنجازات. إذن هذه مسألة ضرورية يجب مناقشتها مع مارتن غريفيث، ويجب التنبه إليها عند لكن هل ما زال الرجل يعني يعول على هذا الأسلوب دكتور؟ يعني نعم، لكن دكتور يعني هل ما زال الرجل يعول على هذا الأسلوب، خصوصا بأنه لم يحقق أي اختراق منذ بداية تعيينه وحتى اللحظة، بمعنى أنه فقط يعني ما يقوم هو عبارة عن دعم فقط لا غير يقدم لهم، وبالتالي لم يحقق أي منجز معهم في سبيل اختراق جدار الأزمة؟ دعني أبوح لك بمعلومة أن مارتن غريفيث لم يكن راضيا عن إدراج القرار الدولي الأخير أو ذكر القرار للحوثيين كمعرقلين فيما يخص الإغاثة الإنسانية، مع أن القرار الدولي إنما استند على تقرير الخبراء، وإنما استند على تقارير دولية أخرى، واستند أيضا على تقارير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، واستند أيضا على تقارير ليزا كراندي في صنعاء، واستند على كثير من تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية، واستند على تقارير برنامج الغذاء العالمي الذي نص على أن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجياع. استند القرار الدولي الأخير على هذه المسوغات، ووضع عبارة بسيطة وهي حقيقية وواقعية تقول بأن الحوثيين يدين الحوثيين لأنهم معرقلون وصول الإغاثة إلى مستحقيها. لم يكن مارتن غريفيث راضيا عن إضافة هذه الفقرة، كان يريد أن تكون عامة كبقية الفقرات ومناشدة للأطراف المختلفة بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون ذكر للطرف الذي يأكل أموال المساعدات منذ 5 سنوات، مع أن هذه المساعدات العلم هي تأتي من أطراف يعتبرها الحوثيون معادية من طرف العدوان، تمنحها الدول التي يراها الحوثيون أنها تعتدي على اليمن. لكن أنا أقصد بأن مارتن غريفيث عندما يتصرف بهذا الأسلوب فإنه يخدم الميليشيات ويضلل الميليشيات، لأنه يجعلها تظن بأن أسلوب التعنت هو الأسلوب الأمثل بالتعامل في الملف اليمني. هذا إذا ما افترضنا حسن النوايا عند مارتن غريفيث، لكن في تصوري أيما كان تفكيره أو نيته، على الحكومة أن تقف وقفة قوية وأن تشرح له بأن هذا الأسلوب لا يجدي مع الميليشيات، وأنها لابد وأنه لابد من الالتزام بالمرجعيات، لأنه صدرت عن مارتن غريفيث للأسف الشديد إشارات مؤخرا توحي بأنه قد تجاوز وأننا قد تجاوزنا اتفاق ستوكهولم. جميل، إذا سأعود إليك دكتور تكرم بالبقاء معي لمنطقة جغرافية محددة وهي الحديدة. نعم، إذا سنناقش الكثير من التفاصيل، سأعود إليك دكتور تكرم بالبقاء معي، وأذهب إلى معالي الوزير صالح الجواني. معالي الوزير، لعلك استمعت لحديث الدكتور محمد جميح، وفي نقطة ما يتعلق بتعامل مارتن غريفيث مع ميليشيات الحوثي وأسلوب الدلالة الذي يمارسه معها، وبالتالي يعني ما هو واضح أن ميليشيات الحوثي تمتلك أوراق كثيرة للضغط بها على مارتن غريفيث، بينما نتساءل هنا ما هي أوراق الشرعية؟ كيف تسمعون؟ كيف الحال؟ معالي الوزير هل تسمعني؟ نعم. معالي الوزير، يعني كنت قد سمعت أو قد سألتك فيما يتعلق ب حديث الدكتور محمد جميح، لعلك استمعت لما قاله فيما يتعلق بتعامل ميليشيات أو تعامل غريفيث مع ميليشيات الحوثي وأسلوب الدلالة الذي يمارسه معها، وبالتالي هناك أوراق تمتلكها ميليشيات الحوثي يعني للضغط على غريفيث والأمم المتحدة، وهنا نتساءل يعني ما هي أوراق الشرعية؟ كنت أتمنى أن أسمع حديث الدكتور محمد لكن الصوت لا يصل جيدنا عندي. غريفيث يمارس دور مهاجم مع الحوثيين، نعم يحظون بدلال كبير من قبله،
كأنه يعني يقول لنا أن هؤلاء موجودين على الأرض وقوة السلاح وعليكم أن تعملوا هذا العمل بحسبانكم. لكن قوة السلاح بدون مع قوة إنقلابية لا تؤسس لحد ولا تؤسس لشراكة ولا تؤسس لدولة ولا تؤسس لسلام مطلقا. هناك قرارات مجلس الأمن الدولي الذي عين جريفيث، كان المفروض على جريفيث أن يتخذ من هذه القرارات خلفية وأساس للتحرك لإحلال السلام. أما القفز على المرجعيات على قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى المبادرة الخليجية وعلى مخرجات الحوار الوطني سينتهي إلى الفشل. وأي أطراف يمنية حاول أن تسوق هذا المشروع لإسكاب المرجعيات ونبدأ بالتفاوض على 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 تفاوض شامل مفتوح، هذا غير مقبول. لأن يشرع وجود الميليشيات ويعطي حكم القوة المفروض بالسلاح على الأرض شرعية، وهذا سيقودنا إلى مزيد من التشظي ومزيد من الحروب. لا يمكن للقوة أن تأسس السلام على الإطلاق. نعم، لكن معالي الوزير، معالي الوزير هنا أيضا فيما يتعلق ب يعني الإشارات الواضحة التي بات يظهرها جريفيث في مسألة تجاوز المرجعيات الأساسية التي يعني بنيت عليها المفاوضات منذ البداية، وأيضا تابعت لك تغريدة في تويتر يعني تتحدث فيها إذا نجح جريفيث في إسقاط المرجعيات الثلاث للحل أو أنه لن يتمكن جريفيث في النجاح بإسقاط المرجعيات كأساس للحل السياسي، ولكن هناك البعض يرى يعني معالي الوزير أن المرجعيات الثلاث أصلا قد تم تجاوزها في أحداث عدن وأيضا ما تلاها، وأنه يعني سيجري على الحوثيين في صنعاء ما يجري على أمثالهم من الانقلابيين في جنوب البلاد. لا، هو في اتفاق الرياض في الديباجة أنه المرجعيات الثلاث هي الأساس للحل وهي الخلفية لهذا الاتفاق. هذا كان واضح وكان اصرار عليه من قبل الشرعيه، من قبل حتى التحالف. اللي جرى في عدن ايضا انقلاب لا يؤسس ليس سابقه للقبول بها او جعلها سابقه مقبوله ومشروعه على الاطلاق. اتفاق ستوكهولم من افشله؟ الحوثيين. اتفاق الرياض من افشله؟ الانتقالي. هذه المنظمات المتمردة الإنقلابية أتت بقوة السلاح وليس معها غير السلاح. أن يأتي جريفيث كممثل الأمم المتحدة ويريد أن يفرض وجودها، يكون وجودها، يعطي وجودها حق مشروع، فهذا دور مشبوه. على فكرة أنت تذكر الرسالة التي بعثت الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس هادي، أيضا بعث رسالة أنه نحن نطالب بإعفاء جريفيث من مهام عمله. يبدو أنه بعض الأطراف تعطي انطباع خاطئ لجريفيث لكي يستمر في هذا المسعى، أطراف يمنية طبعا. فهذا عمل خطير، ويعني الدولة لن تقبل بهذا المسعى لأنه يشكل عملية هدم تدريجي للدولة ذاتها، وإذا انتهت الدولة فريما ما تقدر. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير النقل صالح الجبواني، كنت معنا من القاهرة. وأعود لضيفي الدكتور محمد جميح. دكتور، يعني كنت قد تساءلت فيما يتعلق بما يجري ويحدث حاليا في عمان، يعني برأيك هل لما يحدث إمكانية لاستئناف العملية السياسية مع بقاء أسباب التعثر الحاصلة؟ أخي العزيز، يعني ما يجري أو ما اللقاءات التي تجري على الهامش هي تظل لقاءات على الهامش، يعني هي لقاءات استشارية في أبعاد الاحتمالات. بمعنى أنك عندما تفشل في إقناع الأطراف المؤثرة في الصراع في الوصول إلى حل الاتفاق الذهاب إلى مفاوضات، تلجأ إلى أطراف أخرى ليس لها قرار أصلاً. يعني هؤلاء الذين التقاهم مع كامل الاعتبار لشخصياتهم، وفيهم كثير من الأصدقاء، لكن
هؤلاء ليسوا مؤثرين، كل ما يمكن أن يعطوه أن يتقدموا بما لديهم من خبرة سياسية، من تجارب، كاستشارات يمكن أن يوظفها مارتن جريفيث في عمله. لكن وهذا شيء طبيعي، أنا أعتقد أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات صحية وجيدة، لكن ما ليس بجيد وما ليس بالصحي أن هذه اللقاءات أصبحت هي الشغل الشاغل لمارتن جريفيث، بمعنى أنه فيما يبدو تحول تحولا كبيرا من محاولاته التي كان يفترض أن تكون مع الأطراف الفاعلة والرئيسية وذات القرار إلى اللقاء بالشباب والمرأة والسياسيين والمستقلين ومؤثري المنظمات، وهذه على أهميتها، لكنها لا ينبغي أن تكون هي الأصل موضوع لحل يعني مشكلة في اليمن. هذه المشكلة مشكلة حرب وصراع. نعم. وبالتالي لا ينبغي أن يدور مارتن جريفيث الرماد. طيب. على العيون. يعني دكتور محمد أيضا هنا أشار معالي الوزير يغطي على فشله. نعم، أشار معالي الوزير بأنه يعني كان أو يفترض أن يتم إنهاء فترة عمل مارتن جريفيث وتغيير مبعوث أممي جديد بدلا عن مارتن جريفيث الذي لم يحقق شيء، وبالتالي فقط قدم الدعم الكبير للميليشيات وأضاف أعباء كثيرة على الأزمة الحاصلة. يعني أنت دكتور كيف تنظر إلى وجهة النظر هذه؟ يعني هل يعني ستأتي الأمم المتحدة بما هو أفضل؟ دكتور؟ نعم أخي العزيز. نعم، يعني أنا أقول أنه باقتفاء الأثر بين جمال بن عمر وبين ولد الشيخ وبين مارتن جريفيث، كان جمال بن عمر على كل ما فيه من كل ما يمكن يقال عنه، إلا أنه له أيضا مواقف كانت قوية صراحة. عندما دخل الحوثيون صنعاء ذكر بشكل واضح بأن هذا يعد خرقا للاتفاقيات، وعندما رفضوا إخراج المسلحين من العاصمة ذكر بأنه خالفوا الاتفاقيات، بمعنى أن جمال بن عمر على كل ما فعل إلا أنه كان لديه بعض التصريحات القوية ضد الحوثيين. ولد الشيخ كان في آخر تصريح له أو في آخر لقاء له أو إحاطة في مجلس الأمن الدولي ذكر بشكل واضح بأن الحوثيين بأن اليمنيين كانوا قاب قوسين أو أدنى من اتفاق سلام في الكويت، لكن الحوثيين في الدقيقة الأخيرة رفضوا التوقيع عليه. مارتن جريفيث المشكلة أنك لا تمسكه كالماء بين الأصابع، لا تستطيع أن تحدد وجهته، يستخدم عبارات نمطية، يستخدم عبارات مطاطة، يستخدم اللغة المحايدة، وضرورة أن يكون بالضرورة أن يكون محايدا، لكن عندما يتطلب منك الأمر أن تسمي أو أن تضع النقاط على الحروف هذا ما يجب عليه. يعني إذن نحن تعرضت نقاط الأمم المتحدة لمراقبة في الحديدة إلى إطلاق النار، تعرض أيضا وفد من وفود الأمم المتحدة في لجان المراقبة في الحديدة إلى إطلاق النار، أصيبت بعض السيارات. ومع ذلك أسف مارتن جريفيث لإصابة أو لإطلاق النار على وفد الأمم المتحدة الذي كان في الحديدة دون أن يحدد الجهة التي قامت بذلك. فمثل هذا لا أعتقد أنه يمكن أن ينجز الاتفاق، لأنه صحيح أن المبعوث أن الوسيط ينبغي أن يكون محايدا، لكن ينبغي أن يكون قويا، ينبغي أن يقول للمخطئ هنا خطأ. بالضبط، إذن وضحت الفكرة وأعتذر منك دكتور لضيق الوقت، داهمنا الوقت، أشكرك. أن الحكومة الشرعية تستجيب لمثل هذه الطروحات. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وأرحب هنا بضيفتنا من المنام الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أهلا بك سيدة ميساء. يعني برأيك هل ثمت جدوى من انعقاد مشاورات مع شخصيات سياسية لبحث قضايا مصيرية كبرى؟ هي هذا اللي قاعد دائما تحصل، يعني كان حتى اسماعيل ولد الشيخ جمال بن عمر كانوا دائما يعملوا هذا الشكل من اللقاءات اللي هي الاستشارية، اللي تكون دائما مع مجموعات مش بالضرورة صاحبة قرار، لكن هي الهدف منها يعني جلسة نبذ معرفة ايش ممكن الخيارات اللي ممكن تكون مطروحة. نعم، المجموعة المختارة يعني المفروض أنها بتمثل جميع التيارات، المجلس الانتقالي الوحيد الذي رفض الحضور. نعم، لأنه اشترط تمثيل
50% 50% جنوب شمال، فكان هذا متعذر أو ما كانش واضعين هذا الترتيب فرفضوا الحضور، بس كان في ناس بيمثلوا شكل من أشكال الجنوبيين غير الانفصال يعني. يعني كانت ممثلة كل التيارات، الحوثيين، الإصلاحيين، الحكومة الشرعية، بعض المستقلين، طبعا كان في تمثيل نسوي. فهذه عادة بتكون اللقاءات دائما بتحصل، كان حتى إسماعيل ولد الشيخ بيعملها كثير، وكان أصلا مارتن جريفيث كان المفروض يزور القاهرة حسب علمي، وكان قبل شهرين المفروض يزورها، وكان المفروض أنه يلتقي باليمنيين اللي هناك، لكن تأجل، فاضطروا أنهم يعملوا اللقاء في الأردن بعدها بشهرين. وهو في النهاية ما تنقصه أيضا، من المهم معرفة أنه ما بيعرفش عربي. طيب يعني سيدة ميساء، يعني البعض يرى، البعض يرى سيدة ميساء بأن هناك جولات رسمية وبرعاية دولية، وبالتالي فشلت هذه الجولات، إذن ما الذي سيحققه يعني اجتماعات بنشطاء وسياسيين؟ هي دائما تحصل، مش بالضرورة أنها تحقق شيء. هي ممكن تكون مهمة بالنسبة للموظفين العاملين في المكتب المتوسط الأممي، أنهم يكون عندهم أفكار جديدة، يجددوا معلوماتهم لا أكثر ولا أقل، لكنها مش بالضرورة بتسفر عن شيء. يعني حتى إسماعيل ولد الشيخ صار بعد مفاوضات الكويت صار فترة طويلة ما بيعملش حاجة غير هذه اللقاءات، يجمع يمنيين في القاهرة، يروح الأردن يعمل اجتماعات وهكذا يعني. فكانت دائما هذه اللقاءات موجودة يعني، يعني ما هيش بالضرورة، ما تتوقعش منها نتيجة، وتوقع النتيجة منها هو الخطأ يعني، هي المشكلة. لكن هذه اللقاءات انها تفترض انها ممكن تكون تمهيد لمفاوضات مقبلة، انها تكون شيء من هذا القبيل، هذا مش صحيح. هذه اللقاءات في النهاية هي مجرد دردشة، كلام عادي، هي ممكن تكون اضافة للموظفين نفسهم لا اكثر ولا اقل. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، كنت معنا من العاصمة البحرينية المنامة، شكرا جزيلا لك. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وهذه تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.